Thank you.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salati, hayya ala al-falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qam Allah damaha wa jami sali ala istawli salat. Istawli salat. I'itul qaribu rahmakum Allah ta'ala. Fastaqim ala al-quran sara jama'atil muslimin. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم وتوب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك ونسألك توبة مغفرة وهداية لنا إنه هو التواب الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وعلي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك لم يحي ميت الخير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا سبحان الله بكرة واصلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت بالخير وهو على كل شيء قدير. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو عفو عنا يا كريم. يا رب بالمستفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا ربنا ويا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jamaat Muslim, just a reminder that inshallah, immediately after the witr salah, we'll be having a short dhikr tonight, inshallah. We urge you to stay behind. Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhtika wan naar. Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhtika wan naar. Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhtika wan naar. As-salatu qiyam ya sahabakumullah. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil-akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يقطعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها آباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها آباؤكم ما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان ملك القدوس. سبحان ملك الحير الذي لا ينام ولا يموت. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. ربنا دعاء في ذنا في سوء هوت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا الله. اللهم يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا رائم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم اغفر لنا يا الله بفضلك أجمعين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الصلاة بتر يا صحابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد،
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ملك القدوس، سبحان ملك القدوس، سبحان ملك القدوس، سبح القدوس، ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم، من تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، من تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، من تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين،
اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين وفي طاعتك راغبين ومن نيرانك فارين وفي جناتك داخلين وإلى قبر نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم زائرين وفي حج بيتك الحرام طائفين وبالعرفات والمواقف قائمين وبين الصفا والمروة ساعين وعند الأذان والإقامة متبتلين وعند ختم القرآن متضرعين وجعلنا من عبادك الصالحين وارحمنا ما هم وارزقنا ما هم وأدخلنا الجنة ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل واقب أمورنا بالخير بيدك الخير والعافية إنك على كل شيء قدير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد أن أدائي فرض شهري رمضان هذه السنة لله تعالى إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله we thank Allah subhanahu wa ta'ala who has availed us this opportunity to once again perform the Taraweeh Salah in this glorious month of Ramadan which is about to leave us.
We ask the Almighty Allah, through this possible night of power, that Allah subhanahu wa ta'ala accept our deeds of the entire month. May Allah bless us with khair and barakah, iman and taqwa. May Allah grant our brethren, especially those in Palestine and all over the world, peace and tranquility. May Allah make things easy for the ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala destroy the enemy. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us all steadfast on the sirat al-mustaqim, the path of the nabiyeen, siddiqeen, shuhada, and the salihin. Undoubtedly, tonight being the 29th night of Ramadan, it seems as if it is a night of power. When one looks at signs that were given by the great ulama, certain signs that one needs to look at and look for so as to identify the night of power, then amongst the many signs, there is the sign of a clear sky, an evening which is not too hot nor too cold. There will be no shooting stars. And there are many other little signs. So we need to treat these nights as possible nights of power and qadr, and utilize these nights. As I mentioned the other night, there are so many things that one can do. Already we have spent quite a few hours of the night already in the house of Allah, in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And thus we can do a few little extras, and thus we're having this little program here tonight. We can go home, make a few azkar, recite a few salawat. If we have the time, the energy, 2 rak'ats or 4 rak'ats, nafal, sunnah, salah, recite 1 or 2 pages of the kalam of Allah. And you would have spent half of the night already in the worship of Allah. And then when you go off to sleep with the intention that you're going to get up for tahajjud, already your sleep also becomes a worship and an ibadah. Right? You get up, you perform your tahajjud salah, you have something to eat. This is all ibadat. Subhanallah. Where have you ever heard that even that bed in which you are going to sleep in the month of Ramadan makes dua for you? That earth upon which you walk in the month of Ramadan makes dua for you? This is the bounties and the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. And we need to be thankful to the Almighty Allah for these boons and these favors. Alhamdulillah, tonight we are going to recite a few azkar from the Khatme Ghawthiya. Khatme Ghawthiya is a very unique dhikr given by our Shaykh. It has and contains the asma of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا. That Allah, verily the Almighty Allah, He has the most beautiful of names. And call upon Him with these beautiful names. But the uniqueness of this tasbih or this dhikr is that after every dhikr or tasbih, a dua is made 3 times. Ilahi anta maqsoodi wa ridaka matloobi. This dua is rendered 3 times. And we will do it collectively. Ilahi anta maqsoodi. That our Allah, O my Rabb, it's you that we desire. Nothing else. Nothing else. We want your nearness. Wa ridaka matloobi. And it is your rida, your happiness that we strive for. And this is the essence of life. This entire life on this mundane world is to seek the nearness and the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If we have these two, we have everything. You know, so beautifully, just before we go to start this dhikr, I'm not going to take the entire dhikr, we're going to cut it a bit. Because I would like to end off with an arwah and then also with a short
Salami, inshallah, and du'as thereafter. A beautiful hadith that I read, and if I'm not mistaken, it also appears in the Ihya of Imam Ghazali, that these two angels that record our deeds, right? These two angels, they record everything we do, whether it is good, whether it is bad. The day we die, when a person dies, now this writing, the work of these angels have come to an end. There's nothing else for them to do. Because the dunya is Darul Amal, the abode of deeds, and the hereafter is Darul Jaza, right? The rewards we're going to reap for those deeds that we performed in the dunya. So these have come to an end. So when a person dies, then these two angels return back to Allah. And they say, oh Allah, such and such a person, Fula ibn Fula, has passed on. Oh Allah, our deeds, it's done. There's nothing else for us to do. The person has passed away. And Allah says to his angels that, oh my angels, my heavens are filled with angels making my tasbih, my taqdees. There's no place for you. Allah. The angels will then say, but oh Allah, what should we do? Allah will say, well, my heavens are full. There's no need for you here. They will then say, oh Allah, now send us onto the dunya and instruct us what we need to do. We will praise you. We will make your tasbih, your taqdees in the dunya. And Allah will say, but my dunya is filled with my ibad, praising me. My ibad are praising me. The dunya is full. There's no place for you in the dunya. They will then say, oh Allah, now what should we do? What can we do until the day of Qiyamah? Allah subhanahu wa ta'ala, the all-knowing. And this comes under the heading or the chapter of Dhikrullah. Right, this hadith that I have narrated. So these angels will say, oh Allah, so what do we do until the day of Qiyamah? Allah subhanahu wa ta'ala, the all-knowing, will ask the angels, tell me, the person whose deeds you have recorded, did that person make my dhikr? And the angels will say, oh Allah, yes, that person was always engaged in your remembrance. Allah subhanahu wa ta'ala will then say to them, go to his or her qabr, and until the day of Qiyamah, you make dua and maghfirah for that person. Subhanallah. Subhanallah. You make dua and maghfirah for that person who made my taqdees, my tahmeed, my tahleel, who made my dhikr in the dunya. And this is the fadilat of remembering the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, we ask the Almighty Allah, grant us, Allahumma zakirin, wa amitna zakirin, wa hashurna fi zumrati zakirin. That Allah, grant us a life amongst the zakirin, amongst those who remember him, a death with those who remember him, and resurrect us with those who remember him, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
ربي من كل ذنب وأتوب إليه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الله سميع الله بصير، 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 الله سميع الله بصير. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. الله شاهدي الله معي، 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 الله شاهدي الله معي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو. 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 أنت لهادي أنت لحق
ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو أنت لهادي أنت لحق ليس لهادي إلا هو إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا هنان يا منان يا ديان يا سبحان يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا هنان يا منان يا ديان يا سبحان يا حنان 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 يا منان يا ديان يا سبحان إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار 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 يا عزيز يا غفار
غفار يا جليل يا جبار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا رب يا نور يا حق يا مبين 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حنان يا منان ثبتنا على الإيمان 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا أحد يا صمد يا وتر يا مولا 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 إلهي أنت مقصود ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم يا دائم يا الله
يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله يا حي يا قيوم يا دائم يا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا دائم يا دائم يا هو يا دائم 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 دائم يا دائم يا هو يا دائم يا 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 دائم يا دائم يا هو يا دائم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي Please recite all together. سبحانك دائم الله دائم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله لا معبود
إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا موجود 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 إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب 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 إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي
سودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا محمد محمد معدن الجود معدن الجود والكرم والكرم وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم. الصلاة الصلاة على النبي على النبي والسلام والسلام على الرسول على الرسول برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله والحمد لله رب العالمين رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غافلا عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزين شك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غافلا عن ذكرك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنا وعن كل أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فاعلموا أنه أفضل ذكر حق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي الذي لا ينام ولا يموت لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خير مما وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خير مما وأهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خير مما واهله وبحق سورة الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنكمات ومن غم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي وامحو عصيانا لأدنانا وأقصانا إلهي وامحو عصيانا لأدنانا وأقصانا وجامل واجتمر عنا ولا تخيب مسعانا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا حبيب الله نكيوں کرنا ملو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حل جس دم پکارا یا رسول اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی طہر
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الفاتحة شيخ شيخ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا مولانا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اعطنا ايمانا كاملا وامانا دائما ورزقا واسعا وغدا داما وعلما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا واعطنا عزه وصيحه وراحه وفرحه وقوه لعبادتك واعطنا معرفتك يا الله يا الله يا الله إلهي بحرمة القرآن العظيم والنبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله شكرا جزاكم الله